أكدت مجموعة دعم لبنان المنعقد اجتماعها في باريس في بيانها الختامي، أكدت على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وجاء في البيان أن مجموعة الدعم الدولية للبنان اعتبرت أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلا سريعا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. عندما قامت ثورة 17 تشرين قامت بسبب فساد هذه السلطة، وهم الآن يعودون لتعويم هذه السلطة. نحن نرفض أي مساعدة ونرفض أي تدخل من الحكومة الفرنسية. التدخل الوحيد المطلوب منا هو أن تقوم بحجز أموال الفاسدين، تقوم بحجز أموال الفاسدين الموجودة في البنوك الفرنسية. هذا كل ما نطلبه من فرنسا، لا نريد أي تدخل بشؤوننا الداخلية. أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين بجروح مساء أمس إثر تعرضهم للاعتداء، بينما كانوا يشاركون في مسيرة ليلية سلمية جابت أحياء العاصمة بيروت قبل أن يتم اعتراضها بالقرب من مقر رئاسة البرلمان. وذكرت مصادر محلية أن قوات أمن بلباس مدني اعتدوا على المتظاهرين بالعصي. إلى ذلك يروح المشهد السياسي مكانه مع تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد إلى الاثنين القادم. وحول الملف اللبناني ينضم إلي عبر خدمة سكايب من العاصمة الفرنسية باريس الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي يونس بالفلاح. أهلا وسهلا بك يونس. إذن لو نبدأ من المؤتمر الذي انعقد في العاصمة باريس، هذا المؤتمر بدأ دون مشاركة الوفد اللبناني وكان بيانه الختامي جاهز قبل أن يبدأ، برأيك ماذا يعكس هذا حول جدية المجتمعون لدعم لبنان؟ تحية طيبة. يعني بالتأكيد أن مستوى التمثيل لم يكن على مستوى التطلعات التي كانت قبل هذا المؤتمر، خاصة أن هذا المؤتمر أجل أكثر من مرة لأنه كان من المقرر أن يتم تنظيمه خلال الشهر الماضي، وبحكم وجود حالة من الحراك الكبير في لبنان لم يتم تنظيمه. البيان يعتبر بيان باهت، اللهم إن استثنينا يعني مسألة التشديد على فكرة التسريع في إنشاء أو في إقامة حكومة جديدة قادرة على تلبية حاجيات أو إصلاحات الاقتصادية التي طلبت منها أكثر من مرة. لا يمكن إضافة نقط أخرى يعني على هذا البيان، واللي هو ربما استمرار لما أتى في مؤتمر الصدر الذي نظم منذ سنتين. الواضح على أن الموقف الغربي وإن صح التعبير الموقف الفرنسي يراقب عن كتب ما يجري في لبنان، وغير قادر على إقامة علاقة موثوقية مع من هم اليوم حاليا في السلطة اللبنانية، وينتظر أن يتم الإعلان عن حكومة جديدة يتم تقبلها من طرف الحراك حتى يمكن فيما بعد إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أو ربما حتى البحث عن دعم مادي لتمويل مجموعة من المشاريع، لأنه لحد الساعة هناك عطل كبير وهناك تأخر كبير عما تم إقراره منذ سنتين في مؤتمر الصدر. على الجانب الآخر هناك حالة كذلك أخرى يعني يجب أخذها بعين الاعتبار، هو ظاهرة اليوم العنف في المظاهرات، لأنه ما حصل مثلا أمس من تعدي من طرف مجموعات الشرطة في البرلمان على بعض المتظاهرين كان له أثر سلبي حتى على مستوى الرأي العام الغربي، وربما قد يكون هناك تخوف أن تنساق هذه المظاهرات اتجاه سياق عنيف أو تتحول إلى حالة من الاضطراب يتم إطفاء عليها كالعادة يعني المشروع الطائفي على الشارع. لذلك يعني هناك حالة يمكن وصفها على الأقل بالنسبة للموقف الفرنسي أنها حالة من الانتظارية حتى يتم يعني احتواء الأمور في لبنان ويتم تقديم مجموعة من الإجراءات أو مجموعة من التنازلات. يونس، أنت كنت قد تحدثت عن هذه الإجراءات وعن مؤتمر صدر، وكما تفضلت قبل قليل هذا المؤتمر أو القمة تعد استكمالا لمؤتمر صدر، والذي كان المطلب الأساسي فيه هو أن يقوم لبنان بإجراء إصلاحات. لماذا يفشل لبنان حتى هذه اللحظة في تنفيذ هذه الإصلاحات، وعلى ما يعول المجتمع الدولي والمجتمعون هنا على ما يعول بالضبط في أن تنجح أو تنجح البلاد في تنفيذ هذه الإصلاحات حتى هذه اللحظة لم تفلح في ذلك؟ يعني الفشل مرتبط بأسباب بنيوية من بينها مسألة الفساد التي تظاهر من أجلها المجموعة من المحتجين، من بينها حالة الانقسام أو الطائفية السياسية التي أدت في غالب الأمر إلى أن تتحول هذه المشاريع الاقتصادية إلى مشاريع سياسية بنكهة طائفية وأن يتم استغلال هذا التمويل وربما سرقته من طرف المسؤولين. ما يمكن أن من ينتظره حاليا الطرف الغربي هي مسألة التوافقية، هي أن تتوافق كل الأطراف، وربما قد فشلت يعني الرئاسة في الأسابيع
الأسابيع الماضية في تشكيل الحكومة واستعادت مجموعة من الشخصيات، يبدو على أن الاتجاه العام قد يكون هو عودة سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة، لكن بوجوه ربما جديدة مقبولة من طرف الشارع. لكن الأهم هو على أنه حتى لو تم تشكيل الحكومة ستظل الاحتجاجات قائمة، لأن سقف الاحتجاجات تجاوز مسألة التغيير الحكومي، ولكن هو يرفض المنظومة السياسية ككل ويحاول أن يقيم إجراءات ثانية متعلقة بالحرية بالمزيد من الديمقراطية. صح، وهو يطالب بإزالة هذه الطبقة الحاكمة برمتها. يونس بالفلاح، كنت معي عبر خدمة سكايب من العاصمة الفرنسية باريس، وأنت الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي والدولي، شكرا جزيلا لك.